عطونا الكارثة اللي حصلت اليوم في المنيو. عطونا الكارثة على طول. حنا تفضلوا يا أسامة عطنا الفيديو. حالك؟ بخير الله يخليك. عندي موضوع ابي اطرحه. تفضلي. ليش ما تجيبوا الشامخ يقدم عندكم؟ وش المقدمين فاشلين في المطبخ؟ والله هذا راي يعود لك، انا ماني من الاداره، ولكن ان شاء الله يجيبون طلبك اللي طلبتيه، ولكن المفروض انها تحترم ابو منصور. يعني الجمهور احنا ما جينا هنا الا في رضا الجمهور، بس اتمنى من الجمهور يعني شوي يعرف مساحته وين. فالمتصله هذه اذا تشوف المقدمين فاشلين فتشوف اي برنامج ثاني، ترجع اليوتيوب تشوف حلقات قديمه، فتحترم شوي، عندها نقد واضح وتكتبه للقناه. اما انها تطلع كذا بشكل يعني جريء جدا في انها تقول مقدمين فاشلين، يعني ما ادري، ما حبيتها. في النهايه انت مشاهده تابعي، واذا ما عجبتك القناه غيريها، وبدال المداخلات هذه، ولا اعطيهم المنيو واعطيهم الوصف، ويعني يقتصر دورك على هذا النطاق بس لا اكثر. عادل. والله شر البليتي ما 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 يبكي مو ما ما يضحك. شوف بعيدا عن الاتصال المتصله ورايها الجارح في وجهه نظري، ولكن انا اتوقع انه الاخوان في الاعداد في فقره المنيو هم اللي اعطوها المساحه واعطوها المبرر انها تنقد النقد هذا، لان من وجهه نظرها الشخصيه هي البنت فتحت الشاشه ما لقت مقدم، قالت والله مقدمين فاشلين، لو ان المقدمين كويسين كان جابوا مقدم بدل ما يخلون الشيف يقدم. انا كنت في اتصال مع ساير. أيه ممتاز. أيه وساير يقول انا مقدم وانا شيف قبل يومين بالضبط، يقول انا مقدم وانا شيف، وبعد ما تابعت مع الاخوان يقولون الرجل وقع العقد معنا على اساس انه شيف. فانا ما ادري كيف يعني الاخوان في فقره المنيو، يعني عندكم 7899 مقدم وتجيبون الشيف يقدم. انت وصلت الى تخبط، اتوقع ما في اي فقره مطبخ قد وصلت لها من قبل. جميل. ابو هدال. اول شيء مثل ما قال ابو منصور، البرنامج والكيان هذا ما وضع للجمهور والمشاهدين. انا اشوف ان المتصله يعني ما اخطت، هي قالت رايها اللي يمثلها وممكن يمثل شريحه كثير من المتابعين، راي والراي الاخر، هي ما اخطت شخصيا ولا جرحت في احد. هي قالت المقدمين فاشلين في التقديم، فيه مقدمين بعض المقدمين صراحه في فقره المطبخ ظهروا ظهور يعني باهت، وبعضهم ابدع جدا عشان ما نظلم، لكن وبعضهم ما ظهر اصلا. فنشوف ان شاء الله يقدرون يغيرون راي الجمهور والمقدمين اللي قالهم عادل 9845 مليون نسمه. واترك المجال لمفلح المشعلي في طرح بدائل. مفلح مثل هذه الاتصالات، شو رايك انت؟ انا اخلي رايي اخر شيء، لكن ايش رايك؟ تنتقد المقدمين ولا لا؟ إيه تنتقد المقدمين، تقول مقدمينكم فاشلين. احنا بعد كلنا معهم؟ لا حق المنيو. والله شوف هذه وجهه نظر من الاخت تحترم. نعم. وانا اضم صوتي مع صوتها. ضمها شوي بالله. اي شوي اضم صوتي مع ابو هذال انها ما اسقطت في حق المقدم ولا ذكرت اسمه. فوجهه نظر. وفعلا يعني اصلا هو كم مقدم؟ هو انا شوف 9570 في اثنين يعني اكثر من حقين متسابقين جنتل، وان شاء الله البرنامج الجاي والبرامج اللي قامت في خمس سنين قدام. فانا اشوف انها وجهه نظر، بس لو الله منعك من فاشله كان يعني ممكن تكون في الطريق السليم. طيب حنا سبق وقلنا منعونا من الاتصالات، فكونا من الاتصالات، الاتصالات احرقت يعني فقرات، حتى اتصالات العائله والاب والاخ كان في مقدم بيقدم وبيوقع عقد، انتم الان احرقتوه، ما عاد في داعي. هذه واحده. الثانيه مثل هذه الاتصالات والله لا يبوجه نظر تحترم، وحنا عارفين انها يعني انها كيديه، وعارفين انها للمطالبه بمقدم اخر. الان اسقطت على المقدمين فاشلين. انا ما هم من المقدمين ممكن عندهم يعني مناعه، لو تقول لي فاشل عادي، ما فاشل ما هي بقضية، بس لو جاء اتصال آخر من دعم متسابق ضد متسابق وقال هذا المتسابق فاشل، والمتسابق ترى مسكين يفكر هذه وجهة نظر جمهور، الآن وش سوي؟ أنا أحبطه على الهواء علشان اتصال كيدي. قلنا لكم فكونا من اتصالات ما فكيتنا منها، حنا نقاد ولا نبيع بطاطس. لا بطاطس صدق والله، أي توصية أو اقتراح نعطيكم إياه ما تسوونه.
لا تعليق. لا شوف، قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. اصلا فقرة المطبخ ما وجدت عشان تستقبل اتصالات الجمهور، ولم توجد عشان تكون فيها زيارات عائلية. يعني معليش، فقرة المطبخ انا اشوف انها اكثر فقرة، فقرة المينيو اكثر فقرة ظالمة. يعني متسابق مثلا يجيه اتصالين ويزورونها اهله، ممتاز، ومتسابق الى الان لا جه الاتصال ولا زروها. ليش التفريق بين المتسابقين؟ وبعدين اذا صارت في حزازيات بين المتسابقين يقولون يلومون المتسابقين. المفروض ان احنا نلوم القائمين على فقره المينو. يا رجل مقدم بدون ما اذكر اسمه، بدون ما اذكر اسمه، اقسم بمن احل القسم، ممتاز، يقول ان فيه ترتيب مسبق، زياره ممكن الجمهور عرف الان، زياره، ممتاز، يقول اني ما دريت الا بالربيز، ترى في زياره بيدخلون عليه. يا اخي انتم لم اعداد فقره المينيو، اذا انت لم تحترم مقدم الفقره، هل انا كناقد انتظر منك انك تحترمني او تحترم الجمهور؟ مقدم الفقره، سيد الفقره، انت ما احترمته، كيف تحترم من هم يتابعون الشاشه؟ شكرا لك. شيء والله يسد النفس. سمعوا الفقره يا الربع، ولا نجيكم احنا في الظهر، ما يخالف تجون الربع. شباب انا والله مشغول. مشغول ابو منصور، تقدر تجي الظهر؟ اذا محاضر معهم، اذا بينفع بنجي، بس ما اتوقع بينفع. والله اغسل يدك من الفقره هذه كلها. الاتصالات استقبالها عشان ايش؟ عشان ما ادري، عشان يحرقون فقره حقه الاباء وحقه الاهالي. وش الحكمة يعني من استقبال الاتصالات؟ لهم اسبوع ويستقبلونها. لو ما كان في شيف ممكن يستقبلونها عشان مقادير، ما مقادير. اي ممكن، اي صح صح، كل شيء الحكمة. معلش انا عندي مداخله. انا تفضل. انا كان يوم كنت اقدم فقره المطبخ، جميل، اي حلو حلو، كنت اقدم فقره المطبخ مانعين الاتصالات ابدا. ليش؟ بس عشان لان معنا شيف يقيم الاكل، وهو اللي يعطيهم الوصفه ويعطيهم كل شيء. هو شو له الاتصال؟ اتصال اشوف ما له لزوم. انا اول برنامج كنا قدمه كان فيه واحده من الخوات الله يسعدها، والله العظيم انها يعني ما ادري كيف اسلوبها معنا، يعني اسلوبها شوي تتكلم وتتكلم على هذا وتتنمر على هذا. اي والله، فقطعنا الاتصال عقب هذيك الحلقه، فلا زالت المشكله الان موجوده. ترى مرتين على فكره، مرتين الحدث هذا حدث مرتين خلال اسبوعين. اي أيوة والله تحرق لي نفسيه. وترى عادل ايضا الحق، انا ترى اعيد الكلام الهلا، قال فقره المطبخ ترفيهيه، يعني هي المتسابق، هي تنجيم المتسابق على فكره. يجي يلقى مساح. اتصال مغرض يا اخي، يمكن عدوه، هو يفكر جمهوره مسكين، ترى يفكر جمهوره، يقول انت فاشل اصلا، اللي جابك واسطه وفاشلين ولا تادون. بعدين يروح المسكين يضيع يومه كله عليه. بعدين كتعميم، يعني ودي ان المتصله هذا اللي انتقدت تذكر اسامي، ما عندنا مشكله، يعني مثل ما قلت مقدمين عندهم ان شاء الله يعني خبره طويله وبيتقبل النقد. بس كم مقدم يعني جاء في فقره المطبخ كلهم فاشلين كذا، وبلغه تعميم لغه الجهلاء في النهايه. فاتصال عز الله مو في محله، وحتى الفكره مو في محله، ويا ليتنا. طيب احنا الان نقول يجب ايقاف الاتصالات، لا من الاهالي ولا من، وقف الاتصالات خلاص، اتصالات وزيارات، والزيارات، ولا انت اصلا مخول بانك تستقبل احد مره، ولا لك حق ولا لك صلاحيه. توقف الزيارات، توقف الاتصالات، وتعود فقره المطبخ الى حالها. اليوم ترى ساير والله متجلي، وجاب ايضا ركن حلا، الله جدا، جاب شباب يطلقون حلا قدمه، مو بسيط ساير، بس الظاهر ساير يعني هم يخربون. سالم، ما في فقره منتجات الجمهور في البرنامج؟ كيف يعني؟ يعني اذكر المنتجات الجمهور يصير من القناه دعم لمنتجات الجمهور كذا، يصير منتجه يعني؟ يصير منتجه. لا 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 لا، ها؟ هو نفس اللي جاب هذا. لا لا لا، يقصد عمر، يقصد عمر نفس فقره راس المال، نفس فقره الشباك. ايه، عرض تغريدات، عرض منتجات، تعرض منتجات، منتج لا لا ما منتجات، لا يعني منتجات الاسر المنتجه وزي كذا. اسر منتجه، اسر منتجه يا اخي، جواع انت شيء. والله نبي اسر منتجه وحتى منتجات الشباب في فقرات. لا لا، بس هم يحرقون، انا يمشي يحرق. طيب ننتقل من فقره المطبخ.